برحمة الدرمكي. ومع المركز الثالث نعود مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق مع المركز الثالث وأرهني مرايل للسيف بن عبيد من غنام المزروعي متابعا لانطلاقة مرايل مع المركز الثالث. رابع التحديات بيان من الجانب الآخر بشعار مبارك من محمد بن زايد الخيارين. ننطلق مع المركز الخامس كي أرى المايدية لعلي بن عبد الله بن علي أبو نواس متابعا لانطلاقة المايدية مع المركز الخامس. والسادس التحديات من الجانب الآخر وصايف الفهد بن فهيد من طحنون الهاجري من أعلن انطلاقة وصايف مع المركز السادس. والسابع التحديات من لوح لخليفة بن محمد بن شاهين المرر. نتابع المركز الثامن، ننطلق مع ثامن التحديات وأرهني سليطة حمد بن سالم بن سريم الاكتبي متابعا لانطلاقة سليطة مع المركز الثامن. وتاسع التحديات نتابع التسلل القادم من عسيلة لحمد بن سعيد المطوع الاكتبي متابعا لانطلاقة عسيلة مع المركز التاسع عشر التحديات ليذابة شعار مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي متابعا لانطلاقة اليذابة مع المركز العاشر. هذه النتيجة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط في مسافة 8 كيلومترات مع تحديات الثنايا اللي تنطلق أيضا في هذه التجارب النهائية وخوض التجارب النهائية أيضا ما قبل الختاميات على أرضية هذا الميدان ميدان المرموم. نعود بالصدارة نتابع البداية وأرهني التحديات ما بين زمجرة ما بين مرايل وزمجرة والثنتين أيضا يتبادلن أطراف التنافس والحكي على مقدمة هذا الشوط، ولكن زمجرة بفارق راس تنطلق بناموس هذا الشوط بهذا الأداء المتميز بهذا الشكل الفريد. حمد بن مهير بن حمد برحمة الدرمكي من يتابع انطلاق الزمجرة وهي تنطلق بناموس هذا الشوط مع هذه النوعية الفريدة المتميزة مع هذا الانطلاق الرائع. ومع المركز الثاني انطلاقة مرايل للسيف بن عبيد بن غنام المزروعي متابعا لانطلاقة مرايل اللي تنطلق أيضا مع التحدي المثير. ومع المركز الثالث القدوم من وصايف لفهد بن طحنون الهاجري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التحديات والتسلل من سليطة لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي. خامسا من الجانب الآخر أرى التحدي أيضا والانطلاق المثير من بيان لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس نتابع المايدية لعلي بن عبد الله بن علي أبو نواس من يتابع انطلاقة المايدية مع المركز السادس. وسابع التحديات من الجانب الآخر القدوم من ملوح لخليفة بن محمد بن شاهين المرر متابعا لانطلاقة ملوح مع المركز السابع. ثامن التحديات العنود لسعيد بن غانم بن سيف أبو سعيد الخيارين من أعلن انطلاقة العنود مع المركز الثامن. والتاسع التحديات التسلل من عسيلة حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الاكتبي أيضا من أعلن انطلاقة عسيلة مع المركز التاسع وعاشر. التحديات القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من اليذابة وشعار مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشافي أعلن انطلاق اليذابة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. سألت عن موقع فقدرنا لوحة كيلومترات تصل المسافة أيضا نعادل على انطلاق ولكننا نعود إلى شوط
دار وزمت هذه الجموع تحديات بن محير بن حمد مكي من انطلق هذا المركز الثاني العبيد مع تحديات منصف من يقدم من أعلن تابعين لكن تابع بس بن عزيز قادة ملو والمركز الآخر بن حمد قاتل
القوة خايف رياس زمرة وأني مركز ثاني دي جمش للخال ودم أربع برحمة